أهلا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، وأول فقراتنا الحوارية إن شاء الله مع الناقد الكبير ورئيس أو مدير تحرير جريدة الأهرام المتميز دائما الأستاذ محمود صبري. مساء الخير أستاذ محمود، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام. كان يوم حلو امبارح على مستوى المنتخبات، كان يوم أكتر من رائع. هنتكلم أكيد على منتخبنا الأولمبي ومنتخب المنتخب الأول، و بس يعني امبارح جماهير النادي الاهلي كانت قلقانه شويه، قلقانه من الاصابات وقلقانه من، كانت دايما بتتابع يا رب كل اللعيبه ترجع سليمه، والحمد لله طمناهم. برضو رؤيتك للجزئيه ديت يعني نهايه خلاص الاجنده الدوليه ورجوع بقى لعيبه النادي الاهلي لبيتهم واستعدادهم ان شاء الله لمباراه كاس مصر ان شاء الله يوم السبت، وطبعا للاستعداد للمباراه النهائيه امام نادي الزمالك. عايز اقول لحضرتك انه امبارح يعني ادى امل لمستقبل الكره المصريه. حقيقي. يعني يوم بالنسبه لفوز المنتخب في لومي 3-1 وهنا في القاهره 2-0 امام منتخب البرازيل، ادى امل انه في المستقبل ملامحه وضحت. عندنا جيل طالع، جيل مميز، لعيبه بعد فتره يعني نضب فيها المعين لحد ما من بعد تفوق كبير حتى 2010 ثلاث بطولات امم افريقيا ثم تراجع في المستوى، ده امر طبيعي جدا في الحياه انك عندما تصل في القمه المهم الا يعني يحصل لك سقوط، المهم صحيح. انك انت تستطيع ان تعود مره اخرى، وهي الكره المصريه بدات تتعافى تدريجيا مع المستويات اللي احنا شايفينها. منتخب مصر كان حسام بدري امبارح عمل مغامره جريئه، ربما المغامره دي كانت احد نقاط الخلافيه اللي كانت في مباراه الذهاب هنا بينه وبين طارق مصطفى، ان هم كل واحد فيهم عمل تشكيل، كل واحد كان عنده وجهه نظر في التشكيل، اتحط المطالبه بمنح الفرصه لبعض الشباب، نتج عن انه اللي حصل بعد التغييرات اللي تمت هناك، في تغييرات اضطراريه، لكن اللي حصل امبارح برضه يؤكد على انه كل اللي تعرض له حسام البدري في الفتره، وانا لم اكن اؤيد على صفحات السوشيال ميديا بهذه الصوره، ان المدرب اي مدرب بيحتاج انه في مباراتين، كسب المباراه الاولانيه عنده مباراه ثانيه، بعد المباراه الثانيه يستطيع ان تقيم الموقف بسلبيات. هنتكلم على منتخبنا طبعا، كمان المنتخب الأولمبي محتاج نتكلم عليه بتفاصيل طبعا. اكتر كمان منتخبنا الاول، لكن خلينا نتكلم في جزئيه لعيبه النادي الاهلي الجزئيه اللي احتبست فيها الانفاس جزئيتين، جزئيه يمكن الاخطر لقطه الفيديو بتاعت اليو بانشي اليو ديانج دي يمكن اللقطه اللي قعدت الناس منتظره وبتقرب وتسال وتتصل وكله عمال يكلمك وكلنا عاوزين نطمن على ايه، لكن هو الولد طلع ذكي وعارف انه الدنيا وكده يعني جرت اتصالات بيه، فالتويتر اللي عملها يمكن ريحت الدنيا ان انا ما عنديش مشكله وان انا كويس. ايضا كمان موضوع ايمن اشرف وكلام برضو طبيب المنتخب، وهو طلع برضو على الهواء امبارح اتاكد ان هي كدمه وحتى حصل نوع من يعني الهزار بينه وبين طارق حامد وبتاع. طبعا ده نوع من يعني على فكره من النهارده لغايه يوم 27 كل جماهير الاهلي او جماهير الزمالك كله في حاله احتباس انفاس وترقب طبعا المباراه يوم السبت مباراه الكاس مع ابو قير. طبعا انا ما كنتش حابب انه يعني اتحاد الكوره في ظل ظروف الارهاق للاعيبه الناديين يعني سواء ما تلعب المباراه في القاهره، يعني اكيد في ملاعب في القاهره تستطيع انها تستضيف في وقت واحد او حتى الساعه 5 والساعه 8 يعني رحمه باللاعبين، يعني من رحلات طيران ومن سفر تودي اسكندريه بعدين ترجعه وتودي مثلا السويس بعدين ترجعه وتقول لي بعد كده ماشي بعد يوم 27 ماشي الوضع هيبقى مختلف خلاص ونخش في الدوري. لكن عاوز اقول لك ايه، يعني هم ناس ما بيأثروش يعني مقدمين كمان ومسافرين توجوا في طياره خاصه وراجعين بعد الماتش على طول، يعني اعتقد كان في يعني حل افضل من مساله انك انت توديه ما بين الاسكندريه وما بين السويس، يعني القاهره مليانه فيها 5-6 ملاعب يستطيع ان هم يستضيفوا خاصه المباريات بدون جمهور، عندك الكليه الحربيه، عندك المقاولين العرب، عندك الدفاع الجوي، حاجات كتيره. ما اعرفش ليه يعني هو جدول على ايه الهدف، يعني ايه الهدف، ما دي برضه علشان مباراه الكاس تقول لك في ارض يعني يعتبر محايده يعني محايده، ما هي محايده بدون جمهور، ما هي محايده بدون جمهور الكلام ده لو رايح يلعب هناك ويعني في جمهور فتقول له لا من غير جمهورك، لكن ده هنا من غير جمهور وهنا من غير جمهور، ايه السبب انك انت تعمل يعني يعني الجاب الطويل ليه ترهقهم كده وتتعبهم، ما تدي فرصه لالتقاط الانفاس، يعني حرام يعني خاصه انك انت بتقول وبتمني نفسك وبتغني ان احنا عاوزين نشوف نهائي فنيا وتنظيميا، ما خلاص يعني مش عاوز اقول انه كان يفضل انه مباراه الكاس ما تتعبش
لو في يعني، لكن ماشي تتلعب الكاس عشان دي الوقت، وانه خلاص احنا دخلنا بدور الثمانيه بعد كده سيمي فاينل بعد كده المباراه النهائيه عشان تغلب. لكن طبعا امبارح الموقف بامانه شديده كان في حاله ارتباك وحاله خوف، يمكن مع يعني الساعات المتاخره بدات الناس ايه تطمن على انه حتى سلامه علي معلول كمان كان معلول كمان الناس كانت قلقانه طبعا علي معلول برضو يعني عاوز اقول لك كله كان خايف انه يحصل حاجه. كل ده يعني بتبقى حاجات دي في الكوره ورده، الاصابات دي اصلا قدريه، يعني اهم حاجه انه اللعيبه دي يكون في حالتها يوم المباراه النهائيه. عاوز اقول انه مباراه نهائي 27 مش كمان شغل المدربين بس، لا من هينفس في الملعب ده اخطر من شغل المدرب، اللي هيستوعب كلام المدرب ويعمل اللي هو عايزه. محتاجه مساله محتاجه جهد كبير جدا، محتاجه تركيز وتعيش على كل تفصيله. طبعا من بعد يوم السبت لغايه يوم الجمعه انت عارف كله هيبقى ايه، هتدخل في فتره بقى ما بين بقى كله بقى شغال يقول لك التوقعات اللي مش عارف ايه، وده يسرب اخبار وده يعني عاوزين ماشي هنقول ده في لغه الكوره وبتاع، لكن ده مش منطقي مش صحي في ظاهره، خاصه احنا شفنا الروح الطيبه بين لعيبه الفريقين في المنتخب، وده الشيء اللي انا اتكلمت مع حضرتك قلت لك ده الاهم حاجه. اهم حاجه انك انت تلعب كوره يا جماعه. يعني النهارده التقرير اللي حضرتك اعرضته خساره المانيا من اسبانيا 6-0، طب بعديها المانيا ممكن تبطل كوره يعني يقفلوا الاتحاد الالماني ويقولوا عار. استاذ محمود البرازيل اتغلبت على ارضها في كاس العالم 7-7 يعني هو بنتكلم، انا بكلمك هو ده كره القدم ودي كره القدم ودي حلاوه كره القدم على فكره. يعني ايه شوف الناس بتاخدها ازاي وتستطيع ان هي بعديها ممكن انت بتمر بتجربه بعد كده يعني تعود منها قوي انك انت تتعلم من اخطائك. هل المانيا بعد كده خلاص؟ لا يعني شوف المانيا اللي خسرت كاس عالم مثلا على ملاعبها رجعت بشكل تاني قلبت الدنيا يعني صح في 2010 مش كده، في 2014 كسرت الدنيا وبعدين اخذت اوروبا وبعد يعني عاوز اقول لك ايه عملت شغل. النهارده انت اللي احنا بنقول انه احنا بدا يبقى عندنا شكل، بدا يبقى في شكل ملمح مهم جدا انه منتخب مصر بدا يستعد معاهم من ايه الحاله اللي وصل ليها ايه الاهلي والزمالك نهائي دوري، حدث كبير جدا، حدث ممكن ما تكررش تاني في التاريخ انه فرقتين من مصر يصلوا اعرق بطوله دوري ابطال افريقيا، يعني البطوله تعتبر بطوله رقم 2 او 3 على مستوى العالم. فاعتقد انه حاسس النادي الاهلي اكيد حوافزه مهمه جدا، اكيد طموحات لعيبته والجهاز الفني كبيره جدا، اداره بتوفر كل الامكانيات، اللعيبه مقدرين وعارفين ولازم فاهمين ان دي مباراه لعيبه، مباراه اصرار، مباراه حماس، مباراه بيحوي ينتظرها ملايين من جماهير الاهلي على مش في مصر بس على العالم العربي. اتمنى ان اللقاء يخرج بصوره فنيه تنظيميه، علاقات بين اللعيبه ده الاهم، الحدث الاهم والابرز، نحن نقدم صوره كويسه جدا نقول ان احنا عندنا كره قدم في يوم 27 ان شاء الله. انا اتفق معاك تماما استاذ محمود، الصوره ان شاء الله باذن الله. ودلوقتي ده دور ناس كتير جدا، انا اتكلمت في ايه الدور اللي نقوم بيه كلنا كاعلام او نقاد او حتى مسؤولين عن كره القدم من اتحاد كوره من مسؤولي الاهلي او الزمالك، ان احنا ان شاء الله نوصل الاجواء ليوم 27 تكون اجواء هادئه، اجواء احتفاليه، لان انا في اعتقادي دي احتفاليه كبيره جدا، يوم تاريخ مصر، يوم تاريخي للنادي الاهلي ونادي الزمالك، نوصل بالجزئيه ديت على اساس يبقى ان شاء الله المباراه نستمتع بمباراه فنيه طبعاً. الفرقتين فرقتين كبار، النادي الاهلي، وبرضه هكلمك على جزئيه كمان ان جزء كبير من لعيبه النادي الاهلي الموجودين ما حصلوش على البطوله الافريقيه، ده حافز بالنسبه لهم، والحافز الاكبر كمان ويمكن كلامي واصل اللعيبه وهي اكيد عارفه الكلام دوت، ان خلاص تقرر اقامه كاس العالم للانديه طبعا ابطال القارات في يناير في فبراير ان شاء الله، من 1 فبراير ل 11 فبراير في قطر. فدي كمان والنادي الاهلي عنده يعني عنده سابقه احداث ايجابيه بالوصول لكاس العالم كذا مره للانديه، فده كمان حافز للعيبه وحافز للجهاز الفني اكيد يعني. لا طبعا لا يعني انت عندك لعيبه فعلا ما فازتش بدوري ابطال ولما تتذوق طعم، واللعيب الوحيد اللي كان حاضر هو يمكن احمد فتحي، وهو يعني خلاص احمد فتحي توجه الى وجهه اخرى، اتمنى له كل التوفيق، لكن عندك مدرب فاز بدوري ابطال افريقيا 2016 فعنده الخبرات اللازمه، عنده الاستعداد، لعيبه الاهلي لازم تبقى عارفه حجم الحدث، عارفه قيمه المباراه وشايفه الاجواء حواليها ايه، اعتقد كل الامكانيات متوفره، كل الاستعدادات الفنيه، كل التركيز في المباراه، اكيد الجهاز الفني على مستوى عالي من الحدث نفسه، عارف هو عامل ايه المطلوب منه،
بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى هو يعني الاولى، بس عليك انك تؤدي حتى تحصل على التوفيق، لانه الحظ ما بيجيش كده، الحظ والتوفيق والكلام ده بيجي نتيجه عمل وجهد متواصل واصرار ورغبه اكيد وتحضير كمان لتحضير للمباراه ومذاكره يعني مساله في الهدف انك انت تحقق الكلام ده. ها انا يعني عاوز اقول لك هي لغه الصمت والهدوء والتركيز، وانت عارف عامل ايه في ده كله، دي حاجات دي مهمه جدا، وهم لازم عارفين ان هم في الفوز بدوري ابطال افريقيا هيدخلوا من الباب الكبير، ان هم يعيدوا ناديهم بعد غياب 7 سنوات عن المشهد مره اخرى. فوز بدوري ابطال افريقيا مش بطوله واحده، ده 3-4 بطولات في حجم بعض. ده فوز بدوري ابطال افريقيا، وصول لكاس العالم، يعني تصيد انديه افريقيا، الحصول على العوده للترتيب الاول في ترتيب الانديه الافريقيه، الكلام ده برضو المنافس التقليدي والغنيم التقليدي نادي الزمالك، نادي كبير وكل الاحترام والتقدير. كل في جمله بطولات بتاعت العاب السوبر، يعني حزمة بطولات جوه مباراه واحده، حزمة بطولات داخل مباراه واحده، فده بيدي الهمة. بس انا اللي عايز اقوله انك انت مطالب انك تطلع كل هذه الطاقه في ارضيه الملعب، في التركيز في الكره فقط دون نظر لاي شيء اخر. ده بياتي من ايه؟ من عمل، من اهتمام بتفاصيل صغيره جدا هي اللي تؤدي الى ايه؟ منصه التتويج ان شاء الله باذن الله. من ضمن التفاصيل والتحضيرات، تفتكر برضو حضرتك ان مباراه ابو قير من ليها نوع من الاهميه الخاصه لانها بطوله، يعني بطوله كاس مصر، بطوله عندك فممكن جدا نشوف 7 سنين باين اعتقد، يعني كاس مصر غايب بقى له فتره عن النادي الاهلي، وهي بطوله اهي كان مع المصري اعتقد في 5-6 سنين اعتقد الاهلي ما خدش. فبرضه رؤيتك ايه؟ هل موسيماني هيعمل المعادله الصعبه بان ممكن تكون جزء من تجهيز اللعيبه اللي ما كانتش لها يعني مشاركه بشكل كبير، جزء كبير من اللعيبه اللي محتاج ممكن يشوف تقييمها علشان تبقى تشارك في مباراه النهائي؟ يعني تقييمك ايه سريعا او دور ايه مباراه ابو قير للتحضير للمباراه النهائيه؟ هو في وجهتين نظر، في وجهه نظر انه الفرقه ما لعبتش مع بعض من بعد يعني مثلا مباراه الوداد، ما فيش مباراه، في هل ممكن هو يعني يكون في تفكيره انه يلعب بالتشكيل الاساسي؟ اعتقد هيبقى خوفا على يعني خوفا على ايه؟ الاصابات. لكن اعتقد ان هو برضو عنده فرصه، ها انه يدي فرصه لبعض اللعيبه الاساسيين، ها بيعمل حاجه في الملعب من خلال برضو بعض العناصر الثانيه. ما اعرفش كمان اتحاد الكوره في قراره هل السماح للصفقات الجديده بانها تشارك في المباراه ولا لا؟ لا، كاس مصر اعتقد بالقائمه القديمه. ده كلام غريب على فكره، يعني يعني لغايه دلوقتي اعتقد ويمكن يصححوا لو في اخطاء، لكن لا حد قال لي انه كمان مسموح لهم بالمشاركه في المباراه النهائيه فقط. النهائي كاس العالم ممكن يلعب كاس مصر ممكن يلعب بالصفقات الجديده. ايه الفرق ما بين انا جايب مثلا لعيب عندي اعمل بيه يعني. ايه الهدف يعني؟ يعني ايه الفرق، ايه الفكر الفني في الموضوع؟ لما انت عاوز تحرمني من الصفقات، طب بلاش ما العبش في المباراه النهائيه، يعني خليك بنفس ايه؟ اعتقد عشان المباراه النهائيه اعتقد يوم 5 ديسمبر، فهيكون التأييد يعني فتح باب فتح باب الحاجه غريبه والله. خليها اعديها المره دي حاجه غريبه. لكن بص اعتقد هيبقى فرصه انك تدي برضو بعد العناصر اللي حصل برضو في اخر مباريات الدوري. اوكي. لكن ده هتدي برضو فرصه للعناصر الموجوده عندك، سواء ما شاركوش برضه مع تطعيم من بعض العناصر الاساسيه، لانه برضه مباراه مهمه. يعني ابو قير برضه عاوز اقول الكوره ما فيهاش دلوقتي كبير وصغير، غلط كوره بالجهد والعرق، مع كامل احترامي لاي حد، حتى هو نفسه موسيماني سال انا عاوز اتفرج على الفرقه، ما لازم اتفرج عليها وشوف. فقط مباراه ابو قير كمان خلاص، يعني كمان ايام، يعني ان شاء الله يوم السبت انت عارف بكره هيبقى كمان في مسحه لكل الناس، من خلاص. فيهم اللعيبه الدوليه، اللعيبه الدوليه لسه راجعه من رحله طويله، فممكن جدا يكون اشتراكهم على استحياء، او ممكن جدا ياخدوا راحه كل اللعيبه الدوليه. لما يعني لا ما في حاله الهاق، فاعتقد هو هيدي للصف الثاني مع بعض المجموعه برضه، هو حابب يشوفهم برضه، يعني بادجي مش عارف ايه الناس الثانيه دي برضه موجوده، في عندك عناصر موجوده برضه ما لعبتش، لكن عناصر الشباب بالظبط، عناصر الشباب الموجودين يديهم فرصه. لا يعني اعتقد حسابات، لكن اكيد هيحافظ على عناصر اساسيه، لانه طبعا ما تضمنش، انت زي ما انت شايف يعني في كوره، في داخله، في لعبه مش مقصوده، ممكن تحصل اي حاجه صحيح. تعرضك لمواقف انت ما تضمنش نتيجته بعد كده. فاعتقد ان هي فرصه ان هو برضه يتفرج، يعيد لنفسه تاني، يعني هو زي مثلا ما عاد يتابع مباراه المنتخب الاولمبي،
واكيد عمل تقرير عن اللاعب الموجودين، اكيد يعني مشاهدات مباراه المنتخب مع توجو، اكيد برضو شاف واتفرج على لعبته صحيح. فاكيد هيبقى عنده فرصه ان هو يدي للناس اللي هو ما شافهاش بصوره كويسه وهو قدمها في اخر مباريات الدوري، ان هو برضو هيشوفهم برضو مباراه كاس، ومباراه الكاس ومباراه مسيره وفيها مفاجآت، فاعتقد انه برضو هيديهم مع بعض عناصر خبره، لانه مباراه مهمه بالنسبه له، مش هيفرط فيها يعني ويلعب بالصف الثاني كله صحيح. لا صحيح. من عد يعني ايه ناس جايه مرهقه، في عنده بعض الاصابات زي ما احنا شايفين، لكن في ناس برضو رجعت، اعتقد انه فرصه ان هو يجربهم يقف على مستوى اخر حاجه في ملف النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يوفقنا في مباراه ابو قير والمباراه النهائيه. كمان في جزء مهم جدا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع اللعيبه بشكل اكتر من صارم على الاجراءات الاحترازيه. شفت مجموعه اللعيبه على مستوى مثلا صلاح ثم النني وكوكا، وعلى مستوى حتى الاداريين في شديد جيلاني عنده اصابه، والمدلك محمد عبده اعتقد عنده، فالجزئيه دي قلقت شويه الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكان عنده اجتماع مع اللعيبه وقال الفتره اللي جايه لازم يكون كل اللعيبه على مستوى المسؤوليه، يعني ما فيش لعيب يتواجد في تجمعات كتير، لازم يكون في مسؤوليه واضحه جدا جدا، لان المباراه قريبه جدا، ومش احنا مش مستحملين كمان اصابات في كورونا، يعني الاصابات في الملعب حاجه بتاعت ربنا. لكن طبعا كابتن سيد لازم كابتن سيد يحط لائحه عقوبات، عندك حق يعني على التحركات دي. واعتقد انه كان في تصريح لموسيماني حذر حتى اللعيبه المحترفين اللي عنده لما سافروا يلعبوا هناك، حذرهم انه ما تبقى في حكومه على اي لاعب ما يلتزمش بالاجراءات. انت مش ملك نفسك، انت ملك نادي وجماهير، ويعني عاوز اقول لك يعني انت محطوط عليك امال ومسؤوليه، المفروض مسؤوليتك كشخصيه يعني كشخص تتابع وتبقى حريص على نفسك اكتر من اي حد. يقول لك مش محتاج انه الكابتن سيد عبد الحفيظ يطلع يوجه ويقول، لكن لازم تعرف حتى لو تعرضت مع مضغوط اجراءات لدعوتك لتجمعات لفرح لاي مناسبه غير 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 مقبول، غير مقبول طبعا، ده غير مقبول. واذا كنت شفت اكيد رده فعل اللي حصلت من جماهير ليفربول ضد محمد صلاح، كانت رد فعل عنيفه جدا ومبالغ رغم انها مبالغ فيها. بس استاذ محمود، محمد صلاح لعيب كبير ونجم كبير، لكن هناك المقاييس مختلفه. محمد صلاح اكيد اعتقد وجهه نظري انه غلط انه يروح فرح حتى لو كان فرح اخوه في ظروف هذه الجائحه، وبالتالي كان ليها اثر سلبي على ليفربول، اكيد ليها اثر سلبي على المنتخب، وشفنا كميه كمان الاصابات اللي حصلت بالنسبه للمنتخب. هي بس يعني هي كلام اصابه محمد صلاح فيها كلام كتير جدا، يعني تناصر كثير من الاراء حول هل هو خدها هنا ولا خدها هناك. طب مش هو لا مش دي القصه، مش عاوز اقول القصه، لكن عاوز اقول لك ايه، شوف رده فعل كانت عنيفه جداً طبعا شرسه جدا أكيد. وحتى ليفربول حتى ما اظهرش حتى بيان ولا اتكلم، ده سكت، ده يعني قال لك متابع وننتظر. وانت عارف انني على طول اداره ارسنال بعتت عاوزين نعرف نطمن، عاوزين التحاليل، عاوزين الاخبار أكيد. مش عارف ايه، تريزيجي بطياره خاصه تعال، يعني عاوز اقول لك ايه، لا انت قيمتك بقيمه المكان صحيح، لابد يكون عندك احساس بالمسؤوليه. فانا يعني كيف صار اكيد يبقى عنده لائحه كده، يبقى عنده كلام يتقال في انه اي حد يخرج عن الالتزام، لانه برضه بيحافظ على صحتك وصحه اسرتك، ما انت لازم يبقى في يعني استجابه وتجاوب بشكل واضح. فاعتقد الامر انه يعني ربنا يسلم في الايام الجايه، انت عارف عمليات عماله تطلع مفاجات غير متوقعه. طبعا الصور اللي اتشافت مع مثلا مع انه مش عملت حاله ارتباك في الطياره، مش عارف فيديوهات برضه عامله الناس إيه؟ قلت لما كمان عرفوا ان النني كمان كان في التمرين، وبعد التمرين قال له ان انت عندك يعني ايجابيه، فالناس قلت يعني عمليه برضه ان شاء الله ربنا يسترها عليه ان شاء الله. طب نتكلم على جزء مهم جدا وحضرتك كنت عايز تتكلم عليه بجزء تفصيل شويه، المنتخب الاولمبي والانجاز التاريخي اللي عمله بالفوز، اول منتخب مصري يفوز على منتخب برازيلي في جميع الاعمار السنيه، بدايه من منتخب شباب اولمبي منتخب اول، فانجاز اعتقد يستحق الواحد يتكلم عليه ويكبره. ونتكلم فيه من النادي الاهلي، من لعيبه النادي الاهلي المعارين جوه النادي الاهلي، نتكلم عليه اجماليا طبعا، رؤيتك ايه لهذه المباراه، ونتكلم على تالق لاعبي النادي الاهلي الراجعين من الاعاره اكرم توفيق، صلاح، محسن، ناصر، مه. ما انا بقول لحضرتك نقطه من اول السطر امبارح، يمكن مدي حاله من الاريحيه وامل كبير جدا ان احنا خلاص بدا عندنا ملامح منتخب اول ورافد اساسي من المنتخب الاولمبي، خلاص بقى في رابط من بتاع رغم ان المنتخب الاولمبي لعب وعنده سبعه غيابات، سبعه من العناصر مش موجودين، لكن ده كله يؤديك على انك انت خلاص بدات تحط رجلك وتعود مره اخرى للساحه بقوه. بقى هنا بقى محتاج بقى ايه؟ الجيل ده محتاج بقى اهتمام اكتر من كده. يعني انا نفسي مثلا العناصر اللي تبقى محترفه بره، يعني كل ما الاحتراف بيعلم
حاجات كتيرة جدا، الالتزام، الانضباط، زيادة المهارات، التجويد، العمل، التدريب، الشغل. انت امبارح قدمت مباراة على مدار مواجهتنا مع البرازيل، حتى لما جت زارونا هنا قعدوا لعبوا في القاهرة ثلاث ماتشات فترة الستينات غلبنا برضه ثلاث، لعب مع محمد صلاح وفي لندن 2012 غلبنا وكان موجود فيها ابو تريكه ومش عارف مين، لعبناها في كاس العالم، كاس قارات في جنوب افريقيا، ولعبنا مباراه تاريخيه برضه طبعا على مستوى الاداء، برضه الفار بوظ علينا التعادل بتاعت احمد بن محمد ماشي. لكن عاوز اقول لك النتيجه الابرز انه بقى في شكل يا كابتن، في قوام، في عندك لعيبه ومهمه جدا قدمت نفسها بشكل يعني من كل المجموعه اكثر من رائعه. المجموعه عناصر النادي الاهلي خبراتهم في اكرم توفيق، ناصر ماهر كل ما بيزيد، عمار حمدي حاجه يعني انا مش عاوز اقول مستغرب في تجديد، مش عاوز مستغرب في تجديد عرضه للاتحاد، ما اعرفش هل موسيماني اتفرج شافه ولا لا. احمد ياسر يعني عندي علامه ودايره يعني انا يعني احمد يعني اعتقد يستحق انه يبقى موجود في الاهلي في الموسم الجاي. ما اعرفش وجهات النظر ايه، هل هو عشان القائمه مكتمله، هل هو لا نضج بصوره كبيره جدا، لاعب قدم مستوى، انا اعتقدت انه بعد ما قدم مستويات كبيره جدا في التصفيات المؤهله هنا في القاهره وكان لاعب راس مسجل هدف بطوله افريقيا للشباب مظبوط، كنت اعتقد انه خلاص انه مساله عودته للنادي الاهلي يعني مش عاوز احطه في مقارنات مع حد، لكن دي عناصر المفروض تبقى متواجده في التشكيل الاساسيه. خلاص انت المفروض عندك في تفكيرك واعتقد موسيماني في رؤيته كده انه خلاص هينزل بالسن خالص، محتاج مجموعات من الشباب من 21 و22 23 سنه لبناء مستقبل خمس ست سنين، ده بيتم من العناصر دي. احمد ياسر يستحق فرصه، ناصر ماهر يستحق فرصه، عمار حمدي يا صدر خلاص قرار، ربنا اتمنى له التوفيق ان شاء الله، هو بيحب اسكندريه وبيحب الاتحاد وله تجربه قبل كده وكان له تجربه مهمه جدا مع طلاع الجيش، من العناصر الكويسه. خلاص انا عارف انه ممكن النادي الاهلي وسياسته هو انه بيتقله اكتر بيديله فرصه، لكن في وقت اللاعب بيحس فيه عشان ما يفقدش الامل في انه ليه مكان يستحق انه يبقى موجود في المكان. فاعتقد انه من الحاجات المهمه جدا الملاحظ ان احنا في كمان بيكهام برضو بيكهام من طبعا من العناصر اللي هتنضم ان شاء الله، وابن النادي الاهلي صح اكتسب خبراته في دجله لكن عودته برضو للاهلي شيء مهم جدا، ده بيرسم لك المستقبل بقى. الناس دي خلاص ما ينفعش تطلع بره حضنك، المفروض دلوقتي تبقى موجوده في الدايره بتاعتك. اعتقد انه احمد ياسر هنا وبعيده مره ثانيه يستحق من المسؤولين في النادي الاهلي اعاده نظر، يستحق من لجنه التخطيط ان هم يبصوا عليه مره ثانيه، هيشوفوا لعيب كبير جدا هيزيد لما ينضم للاهلي صفوف. انت بص على خط الهجوم بتاعك، تحتاج لاعب شاب عنده روح، عنده اصرار، عنده عزيمه، عنده قوه انطلاق، يستطيع ان هو يقدم لك افضل من انك انت تجيب لاعب محترف. يعني موسيماني من خلال متابعتنا ليه من المدربين اللي هو عنده ميزه ان هو بيعرف في حته الذهب كده يلمعها برضه صحيح، يعني صنايعي بلغه الكوره. فاعتقد اكيد هيبص بقى، اكيد هيشوف هيبقى له وجهه نظر في الناس دي، وانها تبقى الناس دي هو مجرد كمان يعني اصراره لوجوده او اتجاهه للاستاد القاهره لمتابعه المباراه لايف، ده كمان بياكد ان هو عينه على الولاد بشكل جيد. لا وفي فرق انك ممكن خلاص هتفرج في التلفزيون، لكن ده خلص التدريب مع كابتن سعد ابو الحفيظ، بعد مباشره بعد التدريب النادي الاهلي راح على الاستاد وشاف المجموعه، وانا شايف انه ان شاء الله مكسب، يعني عوده الولاد دول مكسب. اتفق معاك ان احمد ياسر عنده رؤيه وبيقدم احسن مستويات، ممكن جدا الوقت المناسب النادي او الاداره الفنيه شايفه في وقت مناسب لضمه في وقت معين، دي طبعا دي رؤيه فنيه، لكن انا اتفق معاك ان هو ماشي بشكل اكتر من رائع. ما تظلمهوش يا كابتن، يعني انا يعني ايه يعني انت بص مش عاوز احطه في مقارنه، لكن هو دايما حتى في المنتخب الاولمبي كان بيتحط رقم اثنين بعد مصطفى محمد صحيح. خلاص شوف هنا الفارق، مش عاوز اقول لك شوف الدعم لمصطفى محمد عامل شكل ازاي، وهنا لا يعني المفروض ياسر يستحق انه يبقى في الفرصه، لانه لعيب عنده امكانيات وعنده قدرات، كمان كورته على الارض حلوه، يعني كمان لعيب بلغه الكوره ولا الهجام يعني مش خواف، يعني لعيب عنده جراه وعنده قوه وبيلعب بدماغه كويس قوي ومحطه كويسه طبعا، يعني تدعمه يستحق انه يبقى موجود في تشكيله الاهلي في الموسم الجاي ومن العناصر الاساسيه. ولو رجعنا لتاريخ الاهلي يعني في السابق هتتفرج حاجات كتير، هي النجوم بتيجي من فين واللعيبه بتيجي من فين؟ منك انت بتدي فرصه للشباب، انت صحيح. محتاج فعلا صحيح. حاجات من نوعيه اللعيبه دي، وانا بقول لك اهو بدا يبقى في شكل عندنا منتخبين بيكملوا بعض، ولسه معتقد بامكاننا ان احنا نجود ونبحث ونشتغل ونطور اكتر من كده. الجزئيه دي اللي سريعا قبل ما نقفل ملف المنتخب الاولمبي، دي الجزئيه يمكن كانت ناقصانا شويه في اجيال مختلفه،
انك ازاي عندك دلوقتي الحمد لله عندك جيلين منتخب الاول، حتى العناصر المنتخب الاول الاعمار السنيه مش عاليه قوي، عندك جيل اكتر من رائع، الجيل المنتخب الاولمبي. ازاي الوصله ديت، وازاي انك تكون منتخب يعني على اعلى مستوى يمثل مصر خلال هقول لك العشر سنين اللي جايين؟ هي دي الرابطه الفنيه اللي كانت ناقصانا في اجيال قبل كده. يعني كان في جيل 2002 ما كانش ليه فرصه، خلاص منتخب اولمبي وخلاص والموضوع خلص. يعني حتى في 2012 كنت متواجد مع مجموعه من اللعيبه، كان انا كنت المدير الفني، وقلت ان يعني انا حتى قدمت كده تقرير انه قلت الولاد دول على طول يطلعوا مع برادلي كلهم، كل الناس دي تكون موجودة، المميزين منهم جزء دخل وجزء بعد شوية. فأنا الربط ما بين المنتخبات ده شيء مهم جدا. دلوقتي في كابتن ربيع ياسين عنده منتخب شباب، فأنت عندك ثلاث أكتر من رائع. طبعا فإدارة المنتخبات والرؤية الفنية أنك تكون عندك منتخب، يمكن مصر منتخب مصر ممكن جدا يكون عنده قوام أساسي من 40-45 لعيب. عارف يا كابتن أنه منح الناس دي اعارتها للانديه الثانيه كان هي سبب التالق ده. وبقول لاتحاد الكوره بدل ما انت تضيق على الانديه وتقول لي خمسه وده همك، بدل ما توسع القاعده وتدي فرصه للانديه الكبيره انها بتجي لها عناصر مميزه وان هم بيطوروا بيدوهم اعارات للانديه الثانيه. وانا من احد الناس اللي رافض مساله انك انت لما تدي اعاره للاعيب انه ما يلعبش قدامنا دي، لا خليه يلعب قدامنا دي عشان تبان قدراته الحقيقيه. صح انتوا خدتوا القرار دلوقتي في التعديل الجديد، لكن من قبل كده ما يصحش انك انت حتى لما تدي اللاعب تدعي له انك انت تحرمه ان هو قدام نفسه يقدم نفسه حتى لو كان هيكسر الدنيا قدامنا دي. لكن هي دي الكوره، ما فيش الكلام ده ما شفناهوش يا جماعه في اوروبا. انت ليه بتقفل وتقول خمسه ليه خمس معارين؟ ما تخليهم 10 معارين، ما بتستفيد الناس الثانيه وممكن يبقى في تفاهم بين الانديه ان انا بدي له لاعب مثلا ما ادوش بسعر عالي. في انديه دلوقتي مستنيه يعني عشان اللعيبه، يعني مين اللي بره ومين اللي جوه؟ البنك الاهلي واخد اكتر من اربع خمس لعيبه من الولاد الصغيرين. يعني ليه بتضيق الواسعه؟ يعني ليه بتقفلها كده؟ يعني انت دورك ومهمتك كاتحاد كوره المساله انك انت بتدير لصالح انه يبقى عندك منتخب قوي. طب لو ما كانش العناصر دي كانت موجوده بتلعب في دجله والجونه والانديه الثانيه دي مختلفه، سواء لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك او لعيبه وامبي او المقاولين او كان مش كنتش هتلاقيهم دلوقتي، مش هتلاقيهم موجودين. مظبوط. كنت هتبقى عندك حزب مدربين وكابتن شوقي قال لك مش هاخد غير اللي بيلعب. فاللي انا عايز اقوله ايه، انت دورك اتحاد الكوره اطلع من دايره الاهلي والزمالك احب على راسك، يعني بلاش نخش نمسك في ده عشان نطلع يبقى عندنا كوره، عاوزين نخلص من دايره سيبي يا سيدي سيبك من الجزئيه دي، خلي هدفك الاساسي ان يبقى انت بتنظم مسابقه هدفها الاساسي يبقى عندك كره قدم، يبقى عندك اقتصاد واستثمار اعلى، دوري اقوى، منافسات اقوى، لعيبه افضل، وبتفتح الباب والعين ان اشوف بره برضه في اوروبا ايه الشكل، ناس عاوده تتفرج. شوف احنا ما طلعناش كام لاعب، كل اللي عندنا 3-4 لعيبه، ده عيب. ايه بقى عندنا تطبع ليه بس محترفين؟ ده هاخد من الجزئيه وبأيد حضرتك ان دلوقتي الوقت للولاد المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي ان شاء الله يعني عمل صوره رائعه هنا في القاهره وفوزه بالبطوله الافريقيه صوره اكثر من رائعه بفوزه على البرازيل، كمان الصوره هتكتمل هناك في الاولمبياد. وده الاولمبياد ده هتلاقي مجموعه من الايجنت ومدربين العالم كله بتتفرج على البطوله ديت، لان كمان هتبقى ده الطريق ان شاء الله لاولادنا ان هم يخرجوا ويحترفوا بره، ما يجيش عقد يجي عقد مثلا لمصطفى محمد الزمالك يقول لك لا انا عايز 30 مليون، ولا يجي عقد مثلا لاي لاعب من النادي الاهلي، يخلي الدنيا مفتوحه. وانا في اعتقادي يعني لما كنت انا خرجت من النادي الاهلي بيفتحوا الباب للناس كلها تحترف طالما عقد مناسب للنادي الاهلي واسم النادي الاهلي والمكان اللي هو رايحه، ومش مشكله انك تروح الدوري الاسباني على طول ولا عايز تطلع الدوري الانجليزي على طول. يا جماعه برضو دي برضو فكره، يعني دي فكره للعيبه انا بنقلها وبقول للعيبه لا انت ممكن تطلع. الناس اللي راحت الدوري الانجليزي ما هو نجحتش يا كابتن، اول خطوه ليها. انت لما اخد مثلا رمضان صبحي وانقله من الدار للنار من هنا للدوري الانجليزي كابتن، فرق صعب جدا يعني الثقافه والفكر. انت هنا شوف يعني صراحه ربنا يعني طبعا كتب له التوفيق هو والنني راحوا على دوري من الدوريات اللي هي بفترين يتعرض للانديه الكبيره، ده دوري السويسري خد 6 سنين خد 7 سنين خد دوريات اتعود احتك ولعب في دوري ابطال اوروبا شاف خلاص اتعلم، بدا يبقى عنده ثقافته مختلفه، بقى عنده جود في اللغه، بقى عنده عارف يتكلم، بقى عنده عارف عايش في المجتمع، بقى في تفاعل. فانت هنا لما تيجي تنقله، لما راح صلاح الدوري الانجليزي من تشيلسي من سويسرا لتشيلسي وقعد سنه ما لعبش كان كفيلا ان هي تنهيه كلاعب مشوار وتحطمه، لكن تلقفته ايه عين ايه ايطاليه الناحيه الثانيه فيورنتينا خلاص، فاتاخد فلعب سنه
عمل كسر الدنيا، بعد كده روما، بعد كده عمل لقطه ليفربول. يعني عاوز اقول لك ايه، شوف انت الترتيب، لكن انت مش لازم تروح الدوري الاسباني على طول من اول ماتش، مش لازم تروح انجلترا، مش لازم تروح الدوري الالماني، في دوريات بتربيك وتعلمك وتاهلك وتجهزك. ها ويمكن انت برضو هتعرف، انا مريت بالتجربه دي. انا يعني ما اعرفش ناس تعرف الكلام ده، انا كان اول تجربه يمكن ليا في ترايل كان في ساوثهامبتون. يعني انا ما روحتش من الدوري، يعني ما روحتش من الدوري المصري للسويسري، كان في ساوثهامبتون بعد كاس العالم على طول قالوا لي تعالى اعمل يعني ترايل عندنا لمده اسبوعين. قعدت اسبوعين في ساوثهامبتون، وكانت بصراحه اجواء اكتر من رائعه، والناس يعني كانوا مبسوطين بالاداء. لكن انا شكرت ربنا، كانت هتبقى بالنسبه لي تجربه صعبه جدا ان انا من الدوري المصري هروح على ساوثهامبتون النادي الكبير الانجليزي، الاجواء مختلفه جدا واللغه مختلفه والكوره الريتم نفسه اسرع. فانا شكرت كمان ربنا ان لا، انا روح سويسرا الاول وقعدت فيه 4 سنين، وبعدين رحت الدوري الالماني من اقوى الدوريات في الوقت ده على مستوى العالم. فزي ما حضرتك بتقول، مش لازم تبقى القفزه كبيره جدا، لكن لازم تاخد السلم بالتدرج عشان يعني تستحمل تتعلم في كمان. كان في تقرير عملته فرانس فوتبول مع كبار المدربين عن رايهم في اللاعب المصري، وده تقرير اتعمل في فتره ما بين بعد تالق المنتخب المصري في 2008 في كاس الامم و2010، واتخذ راي. فهم طبعا قالوا كلام في منتهى الخطوره، كابتن علي تقييمه من اللاعب المصري مش مثقف، ما بيستجبش مع اللغه، اللي مش عارف ايه، الحياه بتاعه مختلفه، اللي مش عارف مين، واتكلموا على تجارب من ميدو لاكثر يعني من بغض النظر عن الاسماء، بغض النظر عن هو الاسماء، هو خد ثقافه عامه، يعني خد ثقافه، وشوف يعني مثلا مقارنات، واتحطت مش عارفين انه اللاعب المصري عنده امكانيات فنيه كويسه جدا، صحيح. لكن يختلف في انه محتاج انه هو يبقى عنده اصرار، يبقى عنده رغبه، يبقى عنده عزيمه، يبقى يعني عايز بص ثانيا ايه انه ما بيسمعش اللاعب الافريقي، عشان كده لما بيحط في مقارنه مع اللاعب الافريقي بيلتزم لبعض، بيبقى فارق. محمد صلاح كسر اللقطه دي، وكان توفيق ربنا حرصه في انه بدا من حيث انت بدات، ولكن شوف اللقطه واصرار، وبعد كده يبدا وبعد يعني لازم تبقى حاطط في المحطات مع اصرار الولد. كان بيمشي 6 ساعات ولا 8 ساعات من بلدته عشان يروح يتدرب في المقاولين العرب من الغربيه للقاهره. قصه الكفاح، القصه دي طبعا. قصه الكفاح دي ترجمها في المواقف دي، هتيجي ان ربنا كان حاسس انه دعمه، واكيد حاط له ناس كويسه ان هي سندته في اللقطه دي. فانت لما تيجي تبدا، لما يجي لاعب، لما يجي نادي يدور على لاعب عندك وياخده، بص شوف انت الوضع. لما احمد سمير فرج كان باك ليفت في النادي الاهلي وجي خد ناده من فرنسا، خده والده واسرته معاه عشان يحافظوا عليه هناك. هو صح ما كملش، ما استحملش، او طبيعه الدنيا ممكن في لعيبه تبقى بادئه مستوى عالي وتروح هناك ما بتقدرش تستحمل الضغوط والحياه المختلفه، بتبقى حاجات ايه، حاجات فيها اصرار وعزيمه ورغبه في النجاح والاستمرار. فاللي انا عايز اقوله انك انت لازم، صلاح رسم صوره مختلفه، غير كثير من الاراء لكثير من اللعيبه، وبات مصدر رمز وطموح لكثير جدا. يعني لو انت عديت من ايام المحترفين كان دايما تقول ما عندناش غير هاني رمزي بس في الدوري الالماني بس. بعد كده بعد هاني رمزي، شوف انت حسام حسن وابراهيم خدوا فتره وبعد كده رجعوا النادي الاهلي، ناس تانية راحت تجارب ولم يكتب لها نجاح، في ناس راحت كسرت الدنيا زي عمرو زكي في الدوري الانجليزي، لعب 10 ماتشات وكان جايب 10 اهداف ومع ويجن وعمل كده بس ما كتبولوش النجاح. فانا عاوز اقول لك ايه، بتبقى انت محتاج الحاضنه اللي تعودك وتعلمك، لما بتطلع والغربه بتبقى مشكله لبعض الناس لما بيعيش بعيد عن اسرته، لما بتروح على حاجه على قدك وتبدا تعيش فيها وتتعلمها وتكتسب فيها الخبره، السنه 2 3 وتاخد بطوله واثنين، في عين متابعه لما بتاخدك بتنقلك المكان الثاني يا كابتن، بيبقى نتيجتها طيب. طيب اللي عايشه محمد صلاح والنني حاليا. طيب ده هاخده في جزئيتين كمان عشان للاسف وقتنا خلص، لكن هاخدها في جزئيتين مهمين جدا، ان شاء الله فرصه المنتخب الاولمبي في الاولمبياد ان احنا نخرج اللعيبه بشكل كويس لاوروبا، دي ورده وورده جدا. في جزئين، الجزء الاداره وجزء اللعيب نفسه طبعا. يعني لازم رساله للعيبه انك ما تطمعش انك تخرج مثلا وتروح نادي كبير، وارد جدا تكون دي خطوه بدري عليها شويه. الجزء الثاني بالنسبه للمسؤولين، ما تبالغش قوي في الارقام والترانسفير يبقى على اعلى مستوى، في حاجات تانية ممكن تكسب منها على مستوى، يعني مستوى مثلا هتعمل عقد، لكن لو راح من نادي لنادي اتفرج على تجربه نادي المقاولين لغايه دلوقتي بياخد فلوس على انتقال محمد صلاح طبعا، وشوف كميه الفلوس اللي خدها قد ايه. طبعا مكسب مهم جدا. شوق غريب
طور كتير في اداء المنتخب في الفتره اللي فاتت. هو نفسه طور نفسه بحقيقة. يعني في شغل واضح, في شغل معمول, ومعاه وائل رياض ومحمد شوقي ومعتمد جمال. صحيح. جهاز يعني عاملين شغل كويس جدا. وانت رايح طوكيو لما يجي ان شاء الله النهائيات, ان شاء الله دوره الالعاب تتعمل ان شاء الله. طموحك ودورك كجهاز فني الدافع النفسي انك انت رايح فين, هدفك عاوز توصل فين. لا احنا اقل من نيجيريا اللي خدت ميداليه, ولا اقل من الكاميرون, ولا اقل من اي منتخب افريقي, وعندنا الاصرار والعزيمه ان احنا نعمل حاجات كتيره, نقول ان احنا موجودين على الساحه وان احنا ابطال اللعبه في افريقيا. ده ما بيجيش بالكلام, ده بيبقى بالجهد والعرق والالتزام والشغل والتنظيم والاحترام وحاجات كتيره جدا. عايز اقول انه في تجارب كتيره نقف قدامها ونتعلم. فرصه كبيره جدا ان احنا نقدم اكتر من 5-6 لعيبه على اللي يحترفوا بره. ده مش في صالح المنتخب, ده في صالح الانديه, صالح الانديه وصالح الكوره المصريه بشكل كبير. عندك طبعا طبعا كل اتحاد الكوره, حرام عليك انت تقفل علينا برضو, برجع لك تاني اهو. تقفل علينا في 5, لا افتح المساحه. لعيبه الدوريات بره فيها قوائمها 40 و30 و35, مش مشكله تقول لي اصل الانديه بدي. يا سيدي ما الانديه الكبيره حتى لو خدت بتاخد وبتدي للعيبه الانديه الصغيره في ظل الظروف اللي احنا شايفينها. وان شاء الله يعني يكون عندنا ان شاء الله باذن الله تعالى امل كبير ان احنا نقدم حاجه باذن الله تعالى في طوكيو. منتخب الكبير بقول انه خد خطوه, وبقول لحسام البدري انا على المستوى الشخصي انا عندي ثقه كبيره في حسام البدري كمدرب. حسام البدري عمل تاريخ, قدم مستوى مع النادي الاهلي, عمل بطوله دوري ابطال افريقيا في تونس من اروع مباريات في تاريخ الاهلي على مدار مشواره, الفوز وانتزاع اللقب من الترجي. عاوز اقول للناس يا جماعه, المساله لا بالشكل ولا بالضحكه ولا بالكلام ده, مساله التقييم بتبقى على الاداء الفني على المستوى. لما غير 7 لعيبه في المباراه فيها ظروف وفيها برضه توفيق ربنا كان حاضر, واللعيبه كانت في مستوى كويس جدا برضه, دي من الحاجات برضه ان هو عنده جراءه وتحمل المسؤوليه. اعتقد ان منتخب مصر مش هدفه الوصول للكاميرون بقدر ما هدفه ان يصل الى يعني قمه التاج اللي هو المباراه النهائيه واللقب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني ده. الحمد لله طمنا على منتخبنا الاولمبي, طمنا على منتخبنا الاول ان شاء الله باذن الله. زي ما حضرتك قلت الخريطه على المستوى الدولي على مستوى المنتخبات تكمله من الكابتن ربيع ياسين منتخب شباب اولمبي اول طبعا. فكل ده ان شاء الله يعم على صالح الكره المصريه بشكل كبير ان شاء الله السنوات اللي جايه. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا, وان شاء الله على لقاء قريب باذن الله. دي كانت نهايه فقرتنا الحواريه الاولى مع الاستاذ الكبير محمود صبري. بعد الفاصل واحد من محبي النادي الاهلي جدا جدا جدا, المنسق الاعلامي لفريق سان داونز جنوب افريقيا خالد علي.